لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما حبيتش نهضر البارح، خليت لك البارح ليك. الحاجة الاولانية، وقتاش كان مسموح التصوير في مراكز الشرطة؟ على بالنا بلي ممنوع من عام باتن، واسك الشرطي اللي صورته امرارية ودارته في ستوري على بالي، واللي كان في التصويرة هو انا اللي كيما شافوه كاع الناس، والفيديو كيما شافوه كاع الناس ما جبت حتى اسم. هكذا راكم صمتوا لهم الخدمة كاع فيك لمركز الشرطة، بيسك راني وليت انا على بالي، بيسكي صورتيها ودرتي ستوري راكي خالفتي القانون هكذايا. هذه هي وحدة. زوج، الشرطة الجزائرية والامن الجزائري ما ياكلش الملفين من ودنو. فيديو انا ما جبت فيه حتى اسم. هذه هي ثلاثة، ما تنساش الا انت قلتي موراك جيش، انا كيكون معايا اللي فوق العرش ما يهمنيش شكون يكون تحت العرش، على بالي باللي اللي فوق العرش يقدر يسخر لي رجال وبنات الاصل وين ما نكون وين ما نكون. وبلا ما تقولي لرجال الشرطة يجوا يطبونا في الديار، حنا ما عندناش بيبان، عندنا ازارات، حنا نجو ليهم، يقولوا لنا برك حنا نجو ليهم. والغنية الجاية ليك. ما حبيتش نهضر البارح. خوتي سلام علي يا ناس اللي راهي دير في الفيديو في تيك توك في الفيسبوك، الدواء خوتي ومازال ما داونيش، راني نسقهوه ها ولا غراني نسقهوه، مازال ما داونيش. وقلت لكم انا الشرطه والامن الجزائري ما ياكلش الملفي من ودنو. والحاجه الاولانيه راكم فزتوا لهم عنصر المداهمه، بيسك انا عرفت بركاتيك باللي راهم يشوفوا يحوسوك شغل زعما في القضيه في الفيديو اللي هضرت فيه انايا. علاش تصوري البوليس فوق راسو؟ انت شكون شاف تاعو؟ وكيفاش تصوري انت في مكان ممنوع التصوير؟ وعلاش خرجتي التصويره باش عنصر المداهمه تاع رجال الشرطه يفسد؟ راكي فسدتي لهم المخطط هكذايا. هكذا وليت انايا على بالي. وكيفاش تشكي انت يا انسان ما جبتش اسمك؟ وكيفاش اميره ريه تشجع فيك على انسان ما جبتش اسمك؟ وبلا قلت لك بلا ما يجوا رجال الشرطه، دوك حنايا اللي نروحوا لهم، قولوا لنا برك واللي معاه فوق العرش ما يخافش من اللي راهم تحت العرش. سلام.